قول ذلكم الرجل المؤمن من آل فرعون لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، من دعا غير الله فإنه لن يستجيب لداعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما؟ لأنه لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. لا جرم أنما تدعونني إليه، ولذلك صدع بها هذا الرجل المؤمن في قوم فرعون المشركين. لا جرم يعني حقا، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار،